بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلبة الصف الخامس الابتدائي بالفصل الدراسي الأول. اخترنا لكم اليوم بمادة اللغة العربية نصا شعريا بعنوان دعوة إلى الإخاء. هذا النص يحمل في طياته الكثير من المعاني النبيلة، أرجو الانتباه لها. يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على تحديد الأفكار الرئيسة والفرعية الواردة في القصيدة، تحليل أبيات القصيدة تحليلا دقيقا، ابداء رأيك في أبيات القصيدة، وحتى تتمكن من ذلك لا تنسى إحضار المدونة الخاصة بك لتدوين كل ما يتعلق بالقصيدة. أما الآن أرجو حسن الاستماع للقصيدة. دعوة إلى الإخاء. أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ تنبت الأرض لنا أزهارها، ثم لا ننبتها إلا قنا. أرضنا إن شئت تغدو مسكنا، وإذا شئت استحالت مدفنا. أيها السائل عني من أنا؟ أنا ذوب الحب طيبا وجنا. سأناديك ولو ضاع الصدى، وأدق الباب حتى تأذنا. كن كما شئت وخالف فكرتي، لن تراني حاقدا مضطغنا. موطن الإنسان لا لون له، فاجعل الإنسان مثلي موطنا. إن زرعنا البغض يأكلنا معا، إن غرسنا الحب يزهر حولنا. بعد الانتهاء من الاستماع إلى القصيدة، لابد أنكم توقفتم عند عنوان القصيدة دعوة إلى الإخاء. يدعون الشاعر في هذه القصيدة إلى أن نكون أخوة متحابين، نحب الخير لبعضنا البعض. كيف ذلك؟ هذا ما سنتمكن منه بعد شرح وتحليل أبيات القصيدة. نتوقف أولاً عند الفكرة العامة. الفكرة العامة دعوة الشاعر الناس إلى التحاب والتضامن وترك الكراهية والأحقاد، ونقصد بالتضامن التعاون والوحدة. مترادفات وردت في أبيات القصيدة سنوضحها معا أعزائي الطلبة. كلمة قنا، رماح والمفرد منها رمح، تقدو، تصبح، استحالت، تحولت، مدفن، مقبرة والجمع منها مدافن، ذوب، مذاق العسل الطيب، جنى، ما يقطف من الثمر، مضطقن، منطو على الحقد أي شديد الحقد، البغض، الكره. القصيدة أعزائي قسمت إلى ثلاث مقاطع. المقطع الأول يشمل الأبيات التالية: البيت الأول والثاني والثالث. والفكرة الرئيسة للمقطع الأول علاقة الإنسان بالإنسان كما يراها الشاعر. سنتناول هذا المقطع من خلال شرح الأبيات الثلاثة. البيت الأول: أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ القصيدة قسمت إلى ثلاث مقاطع. المقطع الأول الفكرة الرئيسة له علاقة الإنسان بالإنسان كما يراها الشاعر، وتشمل الأبيات البيت الأول والثاني والثالث. نبدأ بشرح البيت الأول: أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ بدأ الشاعر البيت باستخدام ضمير المخاطب أنت، واستخدم مرة أخرى أنا. لماذا يا ترى؟ الشاعر يخاطبك أنت عزيزي القارئ، ثم بعد ذلك يتكلم عن نفسه.
أنت وأنا وجميع البشر يتصفون بصفة الإنسانية، وبما أننا جميعاً بشر فلماذا نتقاتل ونتعارك؟ لما الخصام بين البشر؟ لما لا يعيش الإنسان كما أمره الله سبحانه وتعالى بحب وسلام؟ فالشاعر يرفض رفضاً تاماً الخصومات التي تحدث بين البشر ويدعونا إلى التسامح والعيش في سلام. إذا جئنا إلى خانة الأساليب والصور فنجد هنا: فلماذا نحن خصمان؟ هذا الأسلوب أسلوب استفهام، والدليل على ذلك بأنه بدأ باسم من أسماء الاستفهام فلماذا. يفيد الاستفهام هنا الاستقراب والاستنكار، يدعو الشاعر من خلاله إلى الابتعاد عن التقاتل والتخاصم بين البشر. البيت الثاني: تنبت الأرض لنا أزهارها ثم لا ننبتها إلا قنا. يستغرب الشاعر هنا على الرقم من استمرار الأرض في إنبات الأزهار، رمز الحياة والجمال والسلم، إلا أن الإنسان يقابل تلك النعم بنشر القتل والموت في الأرض عبر الأسلحة والحروب، فلماذا هذا العنف المقابل للجمال والخير؟ لذا يرفض الشاعر هذا الأسلوب ويدعونا إلى استبداله من خلال التسامح والحب والسلم بين البشر. إذا جئنا إلى الأساليب والصور نلاحظ أن الشاعر استخدم حرف العطف ثم، هذا العطف يفيد الترتيب والتراخي، استخدم بين فعلين: تنبت ثم لا ننبتها، ويدعو إلى نشر الحب بين البشر ونستبدل الشر بالخير. نأتي إلى أداء أسلوب آخر وهو لا، أداة النفي الموجود في ثم لا ننبتها. هذا الأسلوب أسلوب النفي، يقصد من خلال الشاعر الابتعاد عن التقاتل والحرب والمعارك. أسلوب آخر أسلوب الحصر: إلا قنا، يفيد التأكيد على الابتعاد عن التقاتل والخصام. أما بالنسبة للبيت الثالث من المقطع الأول أعزائي، هنا تأكيد على أن مصير الأرض مرتبط بمشيئة الإنسان. كيف ذلك؟ فبإرادة الإنسان أن يعمر الأرض ويجعلها مسكناً، كما أنه يستطيع أن يحول هذا الأرض إلى مقبرة من خلال التقاتل والحروب والدمار. فماذا نريد أن نعمل بهذه الأرض؟ هل نريد أن ننشر الخير أم نريد أن ننشر الشر والدمار؟ هنا نلاحظ: أرضنا إن شئت تغدو مسكنا، وإذا شئت استحالت مدفنا. توجد هنا علاقة بين كلمة مسكنا ومدفنا، العلاقة هي علاقة تضاد بين المسكن وبين المدفن. إذا جئنا إلى خانة الأساليب: إن رغبنا أصبحت، أسلوب شرط، إن تحقق الفعل الأول يأتي بعد ذلك تحقيق الفعل الثاني. إن رغبنا في ذلك تصبح الأرض عامرة بالحياة، وذلك متوقف على إرادة الإنسان، في دعوة من الشاعر إلى نشر الخير والابتعاد عن لغة العنف والدمار. هذه
هذا بالنسبة للمقطع الأول، أما بالنسبة للمقطع الثاني فالمقطع الثاني يدور حول إصرار الشاعر على الدعوة إلى التآخي من خلال البيت الرابع والخامس والسادس. أما بالنسبة للمقطع الثاني فالفكرة الرئيسة المتعلقة به إصرار الشاعر على الدعوة إلى التآخي من خلال البيت الرابع والخامس والسادس. إذا جينا إلى البيت الرابع، أيها السائل عني من أنا؟ أنا ذوب الحب طيبا وجنا. يعرف الشاعر نفسه لمن سأل عنه بأن معدنه هو المحبة وفطرته السلام، فمن خلاله خلق وبها يحيا، فلا مجال عند الشاعر لنشر الكراهية والبغضاء. إذا توقفنا عند الأساليب فالأسلوب الأول، أيها السائل، أسلوب نداء موجه لكل من يريد أن يعرف من هو الإنسان بصورة عامة، فالإنسان فطر على الحب ونشر الخير. من أنا؟ أسلوب استفهام، والدليل على ذلك اسم الاستفهام من. أنا ذوب الحب، هنا تشبيه، صورة جمالية، يشبه الشاعر نفسه بعسل الحب، فالمشبه هو الشاعر والمشبه به العسل. لماذا يشبه نفسه بالعسل؟ في فكرة من الشاعر بنشر الحب وجعله مذهب، فكأنما يريد أن ينشر لنا الحب والخير ويؤكد لنا أن مذاق الحب كمذاق العسل. أما بالنسبة للبيت الخامس، سأناديك ولو ضاع الصدى وأدق الباب حتى تأذن. يؤكد الشاعر على استمراره في الدعوة إلى نشر السلم والتسامح، وحتى إن لم يجد استجابة لندائه فلن ييأس ولن يشعر بالاستسلام، فهو مصر على نشر السلام ومحاربة العنف، ويدل هذا على إصراره وقوة إيمانه بالمبادئ التي يدعو إليها. فلنأتي إلى خانة الأساليب. نلاحظ هنا اقتران حرف السين بالفعل المضارع سأناديك، وحرف السين هنا يفيد التأكيد على وقوع الفعل في المستقبل واستمراريته ورفض الشاعر للاستسلام، فهو مؤمن إيمان تام بأهمية نشر السلام واقتناع جميع البشر بأن الإنسان خلق لتعمير الأرض. أما بالنسبة للبيت السادس من المقطع الثاني، كن كما شئت وخالف فكرتي لن تراني حاقداً متقناً. بدأ الشاعر البيت السادس بأسلوب أمر يبيح الشاعر من خلاله بأنه يتقبل فكرة الاختلاف بين البشر في الأفكار والآراء والمعتقدات، طالما أن الجامع بينهما هو الاشتراك في الانتماء إلى الإنسانية، فالأخوة في نظره أساسها الإنسانية، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فيجب علينا أعزائي الطلبة أن نتقبل الاختلاف بيننا بين الآراء، وذلك لا يدعونا إلى التخاصم والتعارك بيننا. نأتي إلى خانة الأساليب. ذكرت أن الشاعر بدأ البيت السادس بأسلوب أمر، وهو كن أسلوب أمر يدعونا فيه إلى تقبل الآراء والاختلافات. لن تراني حاقداً أسلوب نفي، والهدف منه استبعاد والقضاء على صفة الحقد بين البشر. أما بالنسبة للمقطع الأخير من أبيات القصيدة،
الدعوة إلى عدم التمييز بين الناس وزرع المحبة فيما بينهم من خلال البيتين السابع والثامن. البيت السابع: موطني الإنسان لا لون له فاجعل الإنسان مثلي موطنا. يبين الشاعر في البيت السابع إن موطن الإنسان هو نفسه، نافياً التمييز بين البشر على أساس اللون، داعياً الناس إلى الاقتناع بأفكار الإنسان والعمل بها من أجل خير الإنسانية، فلا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ومقياس التفاضل بين البشر هو التقوى أي الخوف من الله. إذا جئنا إلى الأساليب الواردة، لا لون له أسلوب نفي، يؤكد الشاعر بأن ليس هنالك أي داع للتمييز بين البشر. اجعل أسلوب أمر، يفيد الشاعر فيه إلى الدعوة إلى الحث إلى الوحدة والتعاون بين البشر ورفض التمييز فيما بينهم. إذا جئنا إلى البيت الثامن، إن زرعنا البغض يأكلنا معا، إن غرسنا الحب يزهر حولنا. هنا الشاعر يؤكد على الربط بين كل فعل ونتيجته على الإنسان، وبذلك يختم أبيات القصيدة. فالكره عاقبته الموت ودمار وفناء الإنسانية، أما الحب فنتيجته انتشار المزيد من المحبة والإخاء بين الناس وزوال الأحقاد، وإن حدث ذلك فسوف تكون البشرية بصورة أجمل وأفضل، وفي ذلك دعوة ضمنية إلى ترك الأحقاد بين البشر ونشر الحب والأخوة فيما بينهم. إذا جئنا إلى الأساليب الواردة، إن زرعنا يأكلنا أسلوب شرط، إن تحقق الفعل الأول يتحقق الفعل الثاني. هنا الشاعر يدعونا إلى العمل على نشر الحب والقضاء على الكراهية حتى نستطيع أن نعمر الأرض. وهنا أيضا تشبيه، صورة جمالية في كلمة البغض، وهنا يقول الشاعر يأكلنا إن زرعنا البغض يأكلنا. شبه الشاعر الكر والكراهية بالوحش المفترس الذي يتسبب في دمار البشرية. يهدف الشاعر من ذلك إلى جعلنا ننفر من الكر ونقضي عليه بكل طريقة نستطيع تحقيقها، لأن الكر سوف ينتشر بين البشر وسيؤدي إلى الابتعاد عن بعضنا البعض. التشبيه الآخر في هذا البيت، شبه هنا الحب بالنبتة الطيبة. هنا يزهر، إن غرسنا الحب يزهر. شبه الشاعر هنا الحب بالنبتة العطرة الطيبة التي تزهر أينما وجدت، ويهدف من ذلك إلى نشر المحبة بين البشر. بهذه الطريقة انتهينا من شرح وتفسير وتحليل أبيات القصيدة. نأتي الآن إلى خانة الفهم وطرح أسئلة مرتبطة بالقصيدة. السؤال الأول، سؤال سهل جدا، من خلال دقيقة واحدة بإذن الله ستتمكن عزيز الطالب من الإجابة عليه. السؤال: إلى من يتوجه الشاعر بالخطاب في القصيدة؟
الإجابة طبعاً يتوجه الشاعر بالخطاب في القصيدة إلى الإنسان بصورة عامة أينما كان. السؤال الثاني، على ما يلوم الشاعر بني الإنسان في البيت الأول من خلال دقيقة واحدة؟ رائع، يلوم الشاعر بني الإنسان في البيت الأول على انتشار التكاره والتباغض بينهم. السؤال الثالث، استخرج من النص السابق ما يأتي. عزيزي الطالب، ارجع إلى النص السابق واستخرج ما يأتي من خلال دقيقتين. مرادف كلمة الكر، كلمة بمعنى ما يقطف من الثمر، مثنى كلمة خصم. ممتاز، الكر البغض، ما يقطف من الثمر، جنى مثنى كلمة خصم، خصمان. السؤال الرابع، أعين في القصيدة البيت الدال على أن مصير الأرض بيد الإنسان، فهو الذي يجعلها مكانا للحياة وهو الذي يحولها إلى مقبرة للموت من خلال دقيقة واحدة. نعين البيت الدال على ذلك. الإجابة،
البيت الثالث: وأرضنا إن شئت تغدو مسكنا، وإذا شئت استحالت مدفنا. ننتقل الآن أحبتي إلى أسئلة متعلقة بالتحليل. السؤال الخامس: أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة الدالة على سأناديك ولو ضاع الصدى من خلال دقيقة واحدة. يا لك من ماهر عزيزي الطالب، الإجابة بكل تأكيد هي الاستمرار في الدعوة للإخاء. السؤال السادس: أرتب الأفكار الآتية بحسب تسلسلها في النص السابق من خلال دقيقتين، فلنقرأ الأفكار بتمعن. إجابة جميلة ودقيقة، الإجابة هي الفكرة الأولى: علاقة الإنسان بالإنسان كما يراها الشاعر. الفكرة الثانية: إصرار الشاعر على الدعوة إلى التآخي. الفكرة الثالثة: الدعوة إلى عدم التمييز بين الناس وزرع المحبة فيما بينهم. سؤال آخر من أسئلة التحليل: أصل كل عبارة مما يأتي بالأسلوب المناسب لها من خلال دقيقة واحدة. الأساليب هي: فاجعل الإنسان مثلي. الأسلوب الآخر: فلماذا نحن خصمان هنا؟
الأسلوب الأخير لن تراني حاقدة الإجابة. أحسنتم. فاجعل الإنسان مثلي بكل تأكيد أسلوب أمر، لأنه بدأ بفعل أمر. فلماذا نحن خصمان هنا؟ أسلوب استفهام، والدليل اسم الاستفهام لماذا. لن تراني حاقدة أسلوب نفي، والدليل أداة النفي لن. السؤال الثاني، ما موقف الشاعر ممن يخالفه الرأي والفكر؟ من خلال دقيقة واحدة ستتمكن من الإجابة. طبعا يؤكد الشاعر على تقبله لمن يخالفه الرأي برحابة صدر، والتعامل معه بمحبة وتسامح. السؤال الثالث، إلى ما يدعو الشاعر الإنسان في البيت السابع؟ نفكر في الإجابة من خلال دقيقتين.
يدعو الشاعر في البيت السابع إلى النسج على منواله الذي دعا إليه في اتخاذ الإنسان موطناً له، أي نفي الفوارق بين الناس والتعامل مع الجميع بحب وإخاء ولا نميز بين بعضنا البعض. السؤال الرابع: بما وصف الشاعر نفسه في البيت الرابع وعلى ما يدل ذلك؟ نفكر من خلال دقيقة واحدة. وصف الشاعر نفسه بذوب الحب، أي كأنه خلق من المحبة. يدل ذلك على أن المحبة والإخاء مبدأان راسخان في نفسه، وهو يسعى إلى نشرهما بين البشر. السؤال الخامس: اشرح عزيز الطالب قول الشاعر: إن زرعنا البغض يأكلنا معا، إن غرسنا الحب يزهر حولنا، من خلال دقيقتين. ممتاز، الإجابة هي: يبين الشاعر الفعل ونتيجته على الإنسان، فالكره عاقبته الموت وفناء الإنسانية، أما الحب فنتيجته انتشار المزيد من المحبة والإخاء بين الناس وزوال الأحقاد، وفي ذلك دعوة ضمنية إلى ترك الأحقاد ونشر المحبة والتآخي. السؤال السادس: أستخلص من القصيدة قيمتين يدعو إليهما الشاعر من خلال دقيقتين.
جميل جدا. القيم هي المحبة، التسامح، الإخاء، القبول بالرأي المختلف. نكتفي بقيمتين. وفي ختام القصيدة نقف عند هذا السؤال: أضع علامة صح أمام الفكرة الواردة في النص، وعلامة خطأ أمام الفكرة التي لم ترد فيه من خلال دقيقة واحدة. الفكر هي دعوة الشاعر الناس إلى التحاب والتضامن، الدعوة إلى احترام حقوق الطفل، الدعوة إلى ترك الكراهية والأحقاد. الإجابة: وردت فكرة دعوة الشاعر الناس إلى التحاب والتضامن، بينما لم يتحدث الشاعر عن الدعوة إلى احترام حقوق الطفل في القصيدة. ذكر الشاعر الدعوة إلى ترك الكراهية والأحقاد. أحسنتم أعزائي. السؤال الثاني: أوظف كلمة استحالة في جملة من إنشائي. قد تتوصلون إلى جمل عديدة، ولكننا اخترنا لكم هذه الجملة: استحالة الصحراء جنة وارفة الظلال بفضل جهود أبنائها. شكرا لكم. السؤال الثالث: أختار من القصيدة بيتاً أعجبني وأعلل اختياري من خلال دقيقتين. قد تختار عزيز الطالب البيت الذي ينال إعجابك، ولكننا نحن نختار لك بيتاً نوضح فيه كيفية التعليل بطريقة صحيحة.
اخترنا لكم البيت السابع، التعليل. لأن لماذا اخترنا هذا البيت؟ لأن الشاعر اعتبر الإنسان موطنه الذي يعيش فيه، بصرف النظر عن لون أو بشرة أو لغة أو أفكار، وحث المتلقي، يحثك أنت عزيز الطالب وكل من يقرأ القصيدة على النسج على الطريقة التي حددها في حب الناس جميعا دون تمييز. أذكر مرة أخرى، يمكنك عزيز الطالب اختيار البيت الذي ينال على إعجابك بشرط كتابة التعليل المناسب المقنع. يرى الشاعر أن الناس يمكن أن يتعايشوا رغم اختلافهم. أدعموا هذا الرأي من خلال دقيقتين. نقصد بأن ندعم الرأي أن نبين السبب المناسب لذلك. الإجابة: إذا أبدى كل فرد مشاعر الحب والتسامح بينه وبين الآخرين، فسيتعايش الجميع بعيداً عن مشاعر الكراهية والبغض في مجتمع يعمه الخير والسلام والهدوء. نشاط ختامي آخر: أكمل الخارطة الآتية بما يناسب من خلال 3 دقائق. المطلوب عنوان آخر مناسب للنص، قيمتان تعلمتهما من النص.
إجابات جميلة ورائعة، شكراً للتعاون والتفكير الجيد. الإجابة أمثلة: قد نضع عنواناً للنص حب وتسامح بالإضافة إلى العناوين التي اخترتموها. القيم: الحب والإخاء، التسامح. بهذه الصورة نكون قد انتهينا من شرح قصيدة دعوة إلى الإخاء. شكراً على حسن الاستماع. أرجو منك عزيز الطالب الاستفادة من هذه القصيدة وتطبيقها في حياتك العملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.